نشكر اللاعبين اللي قدموا مقابله في المستوى ومجهود اللي يشكرون عليه منذ بدايه المقابله. كنا عارفين الخصم انه تيحاول انه يلعب لي بال ديريكت، حاولنا اننا ديما نربحوا الدوزيام بالون ونكونوا مركزين خصوصا في الضربات الثابته، او يعني اللاعبين قدموا مستوى جيد وتا النتيجه ما تتحكمش على المجهود اللي قاموا، كان امكاننا اننا نزيدوا الغله ديال الاهداف ولكن ما كتبش. وما الجوار اللي تنحاولوا اننا نفورميو تيكون باش نعرفوا اننا كاينه واحد السياسه تي على الراس ديالها هو المدير التقني اللي تيحاول يحط واحد السياسه جديده، خصوصا اننا هاد السنه بدينا تنشتغلوا في الاكاديمي تنحاولوا اننا حتى اللاعبين ما نفرطوش في اللاعبين اللي صغار ولا اللاعبين اللي قربوا تنقولوا قربوا انهم يلعبوا في السنيور، والناس ديال ليكي بريمير المدرب الالماني حتى هو تيحاول انه ديما يحضر المقابلات باش هو يعطي واحد التقييم ديالو على اللاعبين. ما يمكنش ان نحكم على المستقبل ديالي، المهم اللي خاص يعرف الجميع انه الاستمراريه تكون عند الناس اللي ديال الاداره التقنيه، هما اللي تيحاولوا انهم تيديروا لي سويفي اللعابه كاملين. حنا لحد الان الى اي واحد سولتي في الاكاديمي يعني تنعرفوا اللعابه ديال الاي سيز والاي دي ساج والاي دي زويت، يعني كل شيء معروف شكون اللي كاين شكون اللي ما تيكونش شكون اللي تيحضر شكون اللي انهم اللاعبين اللي يستحقوا انهم العام الجاي يبقاو في الاكاديمي واللاعبين اللي يمكن انهم ريكريتيو، يعني ماشي ما الرجاء ما واقفاش عليا ولا على غيري. هذا العام انا خدام مع الرجاء والسنه المقبله ان شاء الله نشوف فينا.